الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن يحمد، ثم الصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وحد. استمعوا في دقائق يسيرة عبارة عن لطائف اجتماعية أسرية نحتاج لها جميعا، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا. أول اللطائف هو الرزق بالذرية. اعلم أن الرزق بالذرية هو من الله تبارك وتعالى وهو بتوفيق منه، ولهذا إذا رزق الإنسان ببنت ثم جاءته بعدها بنت ثم جاءته بعدها بنت، احمد الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى تفضل عليك، وربما غيرك يتمنى الذرية لا يجد، لأن بعض الناس يجرم زوجته كأنها هي المجرمة. يعني لمتى ما تجيب لنا ولد؟ جيبي لي ولد. يا جماعة اتق الله في لسانك، لأن أحيانا تكون سبب في جرحها بسبب هذه العبارات القاتلة بالنسبة لها. ولهذا يقول، يروى عن أبي حمزة وهو في جواهر الأدب، يقول كان يهدد زوجته بعد أن جابت له بنت في الأولى والثانية، قال إذا جئت بالثالثة ببنت هجرتك. حملت 9 أشهر وهي معانة، لما ولدت وجاءت ببنت هجرها وتركها وذهب. فقال مالي أبي حمزة، تقول مالي أبي حمزة لا يأتينا وقد هجرنا بسبب البنينة. كل هذا من صنع ربي وماء منه زرع فينا. يعني إذا كان يتهمني أنا أنني أنا اللي أتيت بالبنات، ترى أنا سبب، ولولا اجتماعنا لما أتينا بهذه الذرية. ولهذا اتق الله تبارك وتعالى، وربما يجعل الله عز وجل في هالبنات اللي عندك الخير العظيم ما لا يجعله في ولد واحد لو جاءك. ولهذا يقول تبارك وتعالى في تقديمه للإناث على الذكور، يقول تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض، انتبه كلام جميل، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذا قدم الله عز وجل إناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فهو أعلم بما يكون في الأرحام وقادر على أن يرزقك سبحانه وبحمده، لكن الله اختار لك أمرا أعظم ممن تختاره أنت لنفسك، فاحمد الله على كل رزق يأتيك من الله. يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قال قدم الله تبارك وتعالى في الآية الإناث على الذكور إجلالا وتشريفا وتعظيما لهم. سبحان الله العظيم، إذا كانت صغيرة شوف الآن هنا قدم الله الإناث، طيب إذا كبرت أصبحت أمة، قال صلى الله عليه وسلم في مسلم إلزم رجليها فإن الجنة ثم. وأويس بن عامر القرني عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تحت قدم أمه، لأنه يعلم ببر الأم وهي أنثى. طيب تعالوا الآن إذا كبرت وأصبحت عجوز، لم ينساها رب العالمين، الأنثى لها قدر عظيم في الإسلام، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا في جميع مراتبها وأحوالها رب العالمين جعل الله لها قدرا ورفعة ومنزلة عظيمة. طيب بعض الناس الآن يقول يا أخي أنا من حقي أبغى ولد، أنا بتزوج مرأة ثانية عشان أخذ ولد. حنا نقول يا أخواني أولا احمد الله تبارك وتعالى على عطائه، طيب ربما تأخذ لك واحدة ثانية أو ثالثة وما ترزق إلا ببنت، الأمر كله عند الله، أن تفهم قول الله إنه عليم قدير، افهم هذا الكلام. والله يقول تبارك وتعالى في القرآن وكم من ملك في السماوات، ملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. طيب متى يا رب تغني، متى نستفيد منها؟ قال إلا من بعد أن يأذن الله، الأمر كله أن الله ما أذن أن يختار لك الولد أو الذكر، فاحمد الله على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسند من حديث عقبة بن عامر من كان له 3 بنات صبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من تعبه، كن له حجابا من النار يوم القيامة، فاحمد الله. من اللطائف أيضا الاجتماعية والأسرية أحسن اختيار أسماء أبنائكم. إذا جاءك مولود اتق الله عز وجل في المسمى الذي يسميه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وسماها جميلة. بعض الناس يسمي أسماء حتى ربما يعني كانت محرمة، محرمة شرعا. كيف؟ مثلا التعبد لغير الله عز وجل، مثلا يسمى عبد الرسول، عبد النبي، عبد الأمير، كلها أسماء محرمة ويجب تغييرها. ولهذا يقول عبد الرحمن بن عوف
رضي الله عنه كان اسمي في الجاهلية عبد الكعبة، فلما أسلمت سماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وكذلك من الأسماء التي يجب أن ننتبه لها، لا يسمى بأسماء الفجار أو الكفار أو غيره، اختروا الأسماء أو التي تدل على المعاني الطيبة، لا تدل على المعاني السيئة جدا، حتى لا يعير بها إذا كبر. أحسنوا الاختيار في الأسماء، وهذا من الأعظم البر بالأبناء، أن تختار الاسم الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ومن الأشياء التي كرهها السلف أن يسمي بأسماء تنسب إلى الدين، مثل شمس الدين، تقي الدين، نور الإسلام، شمس الإسلام، ولهذا السلف كرهوا ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يكره تلقيبه بهذا الاسم، لكن يقول لقبوني به أهلي فاشتهرت بين الناس وعرفت به. ومع ذلك نجد بعض الأخوات الله يحفظنا وإياهم تسمي بعض الأسماء الجديدة اليوم لكنها لا تعرفها. بعطيكم أسماء، مثلا على سبيل المثال وتين، تالين، مثلا أسماء، ثم تسأل بعض المشايخ ما معنى هذا الاسم، لو تسألها عن بنتها وجدت عمرها 3 سنوات، 2 سنين توها الآن تسأل، لما بدأوا يعلقون في مجالس ولا في اجتماعات. ولهذا تنبهوا أن تسمون قبل أن تبحثون ما معنى الاسم، ما الذي يدل عليه، هل يدل على خير أو غير ذلك، ابحثوا قبل أن تسمون، وهذا أقل الواجب أن نصنعه لأبنائنا. من الأمور المهمة داخل الأسرة انتبهوا أن تتعدون إلى أمور أكبر من المشاكل التي بينكم. أولا مشكلتكم لا تطلع من غرفة النوم، هذه مهمة جدا. الأمر الثاني لا تتعدون تكبرون المشاكل إلى أن تصلون إلى أم الزوج، والد الزوج، أم الزوجة، والد الزوجة، تراها مصيبة. وش دخلهم في الموضوع؟ أحيانا تصير مشكلة بين الزوج وزوجته تقول له أنت ما ربوك أهلك، يغضب ويسمعها كلام أعظم منه، يتعرض لوالدتها أو والدها، وهذه والله يا أخواني خطيرة، لأننا دخلنا هنا في باب الغيبة. ولهذا لا تجرح زوجتك أن تتعرض لأهلها. قد يكون مثلا عندها واحد من أخوانها لا يصلي، لا يعرف الصلاة، عندها والدها مثلا كثير اللعن والسب، لا تعيرها بأهلها، أبوك ذا ما في خير، أبوك دائما يسب، وأخوك مو براعي صلاة، أنت طيب لماذا تقتلها؟ تقتلها بجرح عظيم بسبب أن تعيرها بأهلها. الأمر الآخر، ربما تسر إليك زوجتك بسر معين تريد منك حلا، أنت البوابة العظيمة الوحيدة التي تعطيها مكنون الأسرار، ثم تتكلم لك مثلا عن والدها عنده مشكلة الفلانية، أو أخوها أو أختها، يعني تبغى منك أن تشفع، أن تعين إلى ما لا نهاية. فإذا حصلت مشكلة لا تكون رجلا سفيا تعيرها، والله ما فيك خير، إذا كانت أختك تسوي كذا، وإذا كان أبوك يسوي كذا، وإذا كان أخوك فيه كذا، تعطيها الأسرار التي جعلتها عندك، فأنت تتسبب في جراح عظيمة فيها، فتندم، تدفن جراحها عندها، وتندم أن تتكلم لك، وربما دفنت كل شيء في صدرها بسبب أنك رجل تعير ولا تغير، يعني تبدأ تعطيها بعض الحلول التي ترفعك عند الله عز وجل، فتدخل في أمور لا يعلمها إلا الله من الغيبة وخطر. خلونا ندخل داخل الأسرة شوي. أحيانا تصير مشكلة بين الزوجة وبين أخوات الزوج، أخواتك أنت يا زوج، انتبه أن تكون ميالا لأحدهم، فمثلا حاول أن تهدئ الأمور، لا تتدخل فيما لا يعني. أحيانا ترى تدخلك يفسد الأمرين، لا تعرف تصلح هنا ولا تعرف تصلح هنا. لا تكن ميالا مع أخواتك فتجرح زوجتك لأن لها حق عليك، ولا تحاول أن تميل مع زوجتك فيقع في خاطر أخواتك عليك، تهدئ الأمور، يا أخواتي ما يصير، يعني هذه مثل أختكم، هذه لها حق عليكم، مهما كان الشيطان ليش يدخل. أنا لاحظوا أني قاعد أعالج الأمور لكني لا أميل إلى هذا ولا أميل إلى هذا. وإذا كنت كذلك استطعت بإذن الله أن تكسب قلوب الجميع. هدئ من الأمور ولا تميل، لا تكون عندك حمية سيئة أن تميل إلى أخواتك وتترك زوجتك أو العكس. اجعل عندك قناعة، قناعة إذا كنت تبحث عن أمهات المؤمنين وتجعل شخصياتهم في زوجتك ترى لن تجد اليوم. وإذا كانت زوجتك ستبحث، وهي رسالة للأخت الزوجة، نقول إذا كانت تبحث عن صفات الصحابة رضي الله عنهم
أو غيره أن تكمن في الزوج فلن تجدين هذا إلا ما شاء الله. ولهذا ادفنوا أخطاءكم بينكم واجعلوا حياتكم طيبة سعيدة. لما جاء رجل يشتكي إلى أمير المؤمنين عمر وهو عمر رضي الله عنه فقال فسمعه أن زوجته ترفع صوتها عليه فترك ورجع فسمع خشخشة أصوات ثم رجع قال ما الذي جاء بك يا رجل؟ قال جئت لأشتكي من زوجتي فسمعت أن زوجتك ترفع صوتها عليك. قال عمر يربينا كلنا على كلام وهو أمير المؤمنين كيف لا أصبر عليها وهي صانعة طعامي وفراجي ومربية لأبنائي. إذن ندفن مشاكلنا الأسرية ونعيش الحياة الطيبة. اقطع حبل المشكلة الأسرية ولا تزيدها. طيب كيف؟ يوم من الأيام دخلت على زوجتك، اعلم أن هذه الزوجة جعل الله عز وجل فيها أمور معينة، ربما يعني جعل القوام عندك ليس بالمال ولا بقضية السلطة في البيت في الكلمة، وإنما كيف تستطيع أن تتحمل الأمور كلها. ترى تأتي عليها الدورة، ترى عندها مشكلة في قضية الحمل، تمر عليها اضطرابات عديدة، الوحام، الطلق وغيره وغيره وغيره. يجب عليك أن تتحمل بكل ما أوتيت من قوة. فإذا سمعت أحيانا منها كلام يكدرك أو يضيق صدرك لا تزيد المشكلة، وإنما اقطع حبل المشكلة. أبشر، الأمر هين. ليس معناها تنازل، لا لا، بل معناها هي قوة التقدير والمحبة والاحترام، وأنا أعتبره ترى توفيق من الله لك وليس ذلة، إنما توفيق من الله لك. اقطعها، أبشر بالخير، حقك علينا، أنت راعية البيت، كلام طيب. انتبه من أساليب التجريح بدل ما يوفقك الله للعلاج وسماع الكلام الطيب. مثلا أحيانا الزوجة تشتكي لزوجها وهي مثلا في فترة الحمل، تقول أحس بمعاناة كذا، أحس أنك بعيد في الفترة الفلانية، كلمات معينة. الواجب عليك أن تسمع وتحاول أن تعالج وتسمع الكلمات الطيبة، تبادر حتى لو سمعت إساءة بادرها بالعلاج. ترى الوقت هذا مو مثل وقت آخر، لا، هي الآن مثلا في فترة الحيض عندها اضطرابات، في فترة الحمل عندها اضطرابات، أحسن التلطف بالكلام. أحيانا يكون سيء في الرد، والله راحوا أمهاتنا الأولين الحمل عندهم ولا تشتكي، تولد من هنا وتقوم تزين غداها ولا عشاها. يا عزيزي تلطف بالعبارة، يعني زين ما ترد عليك تقول لك جرب الحمل بعد. يا أخواني تلطفوا بالعبارة، تراها يرفعكم الله عز وجل بكلامكم. انتبه يا حبيبي الغالي أن تهجر بيتك، لأن بيتك له حق ونفسك لها حق. وأقصد بذلك أن بعض الناس يذهب إلى دوامه ثم يرجع ينام الظهر، يطلع بعد العصر، ما يرجع إلا وحدة في الليل. طيب وش بقى لأهلك؟ خصص لهم وقت. أنا ما أقول لك اترك الناس أو زملائك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حق، ثم قال فأعطي كل ذي حق حقه. أحيانا بعض المرات أبنائك يتمنون يطلعون حديقة، يطلعون مع والدهم في مكان معين، الزوجة تتمنى تطلع مع زوجها بس ما تجد، هذا معدوم. بطلع مع الشباب مكشات 5 أيام 6 أيام، ما يعرف البيت وين، والله أنه في الديرة الفلانية في البر. طيب أهلك لهم حق، ولهذا اجعل عندك موازنة لا يطغى هذا على هذا. ولا بعض الناس يقول روحي مع أخوك روحي مع خالك، ترى مو هم قصرين بيقومون بها، لكن يوم يومين هم عندهم أشغال، أن تراعي ظروف أسرتهم، أن عندهم أشغال ما يستطيعون يقومون 100% فيهم، ولهذا راعي الأمر هذا. طبعا الآن النساء فرحانين وداخلين جو، وكل واحدة ماسكة السناب وتعطي زوجها تقول اسمع وش يقول الشيخ. لا 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 لا، بيجيكم الدور، ترى فيكم حقكم، لأن بعض الأخوات عندها إجحاف جدا على الرجل. طبعا أدري الكلام هذا بتسوي له ديليت، ما تبي تسمع رجالها، لا اسمعي، ترى من الإنصاف كما نعلم الأخطاء التي يرتكبها بعض الأزواج، كذلك هناك أخطاء ترتكبها بعض الأخوات الزوجات التي أو التي تريد الإصلاح. تبين الإصلاح بينك وبين رجالك، اسمع هالرسائل تراها مهمة لك. الآن يا أختي قربي شوي واسمع الكلام اللي بقوله، اتركي عنك الغيرة الزايدة. ترى أحيانا إذا علمنا مفتاح قلب الرجل استطعنا أن نصل إلى كل شيء. الرجل يتضايق من غيرة المرأة الزايدة. وش عندك؟ إيه أدري ترى عينك التفتت قبل شوي، هو ما يقصد، مشى معك في مكان معين التفت يمين، قدر الله لقال مثلا امرأة مرت عنده. الغيرة الزايدة تراها مهلكة مهلكة، ولهذا احذري من الغيرة الزايدة، ربما تنفر الرجل منك. احذري يا أختي من الغيرة الزايدة،
2 لا تضغطين عليها احيانا فوق طاقتها، لان بعض الاخوات ما عندها حسن التصرف، يجي من العمل تعبان ضايق، ترى عندنا الغاز خلص، وشوف بنتك فلانه ضربت فلانه، ترى مو وقتها، هيئ المكان الجميل بالنسبه له، نام خذ له قيلوله وقام سولفي معه، تكلمي بما تريدين، مو بوقتها انك تستقبلينه بالامور التي تضيق صدره. ذكرتني صاحبة السناب بعبارة مهمة جدا وصلتها رسائل من المتابعين، تتكلم عن التفتيش الجوالات. انتبهوا يا أخواني، تخونون بعضكم بعضا، انتبهوا. أحيانا ربما تأتي رسالة بالخطأ، أنا أقول بالخطأ لأن إحسان الظن ترى مطلب، في جوال الزوج أو أحيانا في جوال الزوجة، فربما يصل الأمر إلى الطلاق والانفصال بسبب وظننتم ظن السوء وكنتم قبل منبورة. طيب وش أسوي؟ لا تفتشون جوالات بعضكم، اجعلوا الثقة موجودة، اجعلوا الثقة موجودة بينكم. ترى لما رحت تقدمت لها وأخذتها من أهلها قالوا قبلنا بك والله يحييك ونسبك، ولما أنت تركت البنات كلهم واخترت هذه الزوجة معناها أن دليل محبتك وميلك لها. إذا وصلتم إلى هذه الدرجة من المحبة واختاركم الله لبعضكم، لا تخونون بعضكم بسبب التفتيش الذي يقع في الخاطر.